الطفية. قام سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام، قام في منتصف الليل، وقد كان سنه وقتئذ على ما قال أكثر العلماء بلغ 110 سنين، ويقال 120. فعلى هذا الكبر وكبر السن شاب، وزوجته عاق عقيم، وما جاءه ولد، ولكنه ما يقلق من رحمة الله، ويعلم أن الله يركن له على، وإن كان بالأسباب العادية المسن والعقيم والعائر عادة لا يلد، لكن لله سبحانه وتعالى خلق العادات مألوفة، العادات بالنسبة لنا، أما بالنسبة إلى الله جل وعلا ما تقيل العادات، إنما عاري عاري بالنسبة مخلوعات. قال إذ نادى ربه، قام في الليل ونادى ربه نداء خفيا، قيل خفيا عن الناس يعني، بمعنى توارى في نص الليل هو وحده في معبده ونادى ربه. نادى ربه، قال النداء معناه في صوت مرتفع، نداء دعاء بصوت يعني، لأنه خفي عن الناس يعني في بيته، ما هو في الجامع ولا أمام الناس، وحده خفي عن الناس. لما كان هذا الدعاء خفي عن الناس؟ قال أولا حتى يكون أبعد عن نظر الناس وما تلومه الناس، لأن الناس إذا سمعوا أنه يدعو بالولد يقادوا، هناك من يمكن يقادوا إيش يقول إنه زكريا على كبر سنه وشيبته وعقمه وعقم زوجته، هلا بقى بده يدعي بالولد؟ قال بصير عليه اعتراض يعني، لكن ما بيعرفوا هو الباب اللي يدخل منه، الباب بده يدخل منه على الله، ما بيعرفوا هن، هن واقفين انه هذا الشايب وكبير السن وزوجته عقيم، خلص ما يلد، ما في ولد، خلص يعني الباب مغلق يعني، لا هو بيفتح باب بيدخل في باب اللي ما بيعرفوه، ولذلك ما دعا امام الناس حتى ما حدا يعترض عليه يعني، لأنه هذا رسول ونبي الله، فإذا واحد انتقى في قلبه معناه طبعا في إيمان نصر، لذلك قال لا معتزل ودعا خفيا عن الناس. ما سمع دعاءه للناس، نادى ربه نداء خفيا، قيل إنه كان دعاءه خفي حتى خفي عن نفسه، يعني ما في كلام بالقلب، وجه قلبه إلى الله حتى خفي عن نفسه. قال كيف يعني؟ قال هذا الباب يا من ينادى بالضمير فيسمع، يعني في نداء باللسان، في نداء بالضمير في القلب، هذا خفي، هذا خفي جدا يعني، هذا خفي حتى عن صاحبه يعني، بس على كل حال نداء خفي يعني. إذ نادى ربه نداء خفيا، نادى ربه أي وهو يعلم من عظمة قدرة ربه ما لا يعلم به، فطرق باب الربوبية الذي لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى،